اسمي نجمة رمضان، معلمة في سلك التربية والتعليم في بيت لحم سكان مخيم الدهيشة، بعلم مادة الرياضيات. هو بصراحة يعني أنا إلي هواية من زمان، من أيام ما كنت أنا بالمدرسة الابتدائي، بترجع يعني لقصة معلمات التربية الفنية اللي كانوا يعلمونا احنا في مدرسة الدهيشة. كانت مدرسة الدهيشة يعني لها باع طويل في هيك اشي، في معارض واشي، فأنا يعني من النوع اللي كنت أحب أتعلم أي اشي. فمنه أنا صغير يعني كانت عندي هواية، أي اشي بشوفه لازم يعني أجربه وأتعلم منه. فهلا كبرت طبعا وتجوزت، فصرت استغل هاي النقطه لاولادي. يعني بصراحه ما كنت اشتري لهم اشي من برا، يعني الشغلات الشتويه، فكنت مقتصره بس على اولادي، على اصحابي، على معارفي، اشي زي هيك. فهلا يعني صرت اقول ليش يعني ما استغل هاي الشغلات. فصاروا يطلبوا مني انهم بدهم يعملوا هدايا اسوي لهم لمعارفهم، للمعلمات اللي معي، اشي زي هيك. فشفت انه يعني اشي سهل اني انا استغله، وبالتالي يعني احاول يعني استغل وقتي، وقت الفراغ، باعتبار انه اولادي كبروا صار عندي وقت فراغ يعني اقدر اتحكم فيه، وفي نفس الوقت مردود اقتصادي. يعني ليش انا ما استغله وتكون تجربه مفيده بالنسبه لي، من ناحيتين، استغلال وقت ومن ناحيه ماديه. المواد اللي بستخدمها الصوف، يعني زي ما انتم شايفين الصوف العادي، واذا بدي استعمل الحشوه الاكريلان مثلا، في بحتاج زراير، بحتاج مواد يعني ثانيه، شو بلزم للإشي اللي انا بدي اصنعه وباسوي. طبعا من ابار، من زراير، من خيطان، من انواع صوف، من كل شيء، يعني كل إشي بلزم يعني لازم يكون متواجد. وهم بيختاروا اللون، يعني مش أنا اللي بحدد لهم، هم بيختاروا الألوان اللي بدهم إياه والشكل اللي بدهم إياه والحجم اللي بدهم إياه، فأنا بتقيد بطلباتهم. طبعا مشروعي له مردود اقتصادي كبير ومفيد في نفس الوقت. تنساش يعني إنه هذا بيعتبروا يعني شغل ثانوي أو شغل إضافي لشغلي، باعتباري أنا معلمة مدرسة، يعني لي راتب يعني معتمد، فهذا يعني بسند هذا الراتب وبيساعدنا في أمور الحياة مختلفة. وإحنا يعني هلا الكل بيعرف إنه الوضع الاقتصادي صعب على الجميع، متطلبات الحياة كبيرة، خصوصا يعني مثلا في أولاد في الجامعات، في بنات في الجامعات، في أولاد بدهم يكونوا مستقبلهم إلى غير ذلك. فطبعا بساعد كمردود اقتصادي، وأنا بشجع إنه أي وحدة يعني عندها موهبة لشيء معين وقادرة إنها تستغله ما تتوانى ولا أي لحظة. أنا عملي طبعا ما بيحتاج لفتح، لأنه يعني صراحة يعني اللي بطلبوه أنا بسوقه طوال، يعني مش بحاجة إني أفتح محل وأحط الأشياء اللي بنتجها فيه، اللي بعمله حسب الطلب فطوال. يعني اللي أنا بشتغله على طول ببعته على العنوان اللي بدهم إياه، والحمد لله يعني صار تسويق لمعظم أنحاء الضفة. يعني وصل شغلي لنابلس، كفر عقب، الظاهرية، العروب، غير منطقة بيت لحم، يعني مختلف قضاء.